العظيم. اتفكر على الله. انا مش جاي طالب الاحسان، انا جاي طالب السؤال. تطلب ايه؟ انت مين؟ انا رسول ومعايا امانة لشخص يدعى السيد متولي، تعرفه؟ انا متولي. اتفضل. انا اسمي الشيخ جلال من اعيان الشام. انا مكرم. اتفضل. اتأكد ازاي ان انت الشخص المقصود؟ بخصوص ايه بقى؟ هتعرف حالا. تتذكر شخص اسمه الشيخ مين؟ الشيخ الهلالي. ايه اللي هتذكره؟ ده كان جاري الله يرحمه. تعرف مات ازاي؟ حصل على ابنه. تعرف ابنه؟ اعرفه. لكن انت بتسأل الاسئله دي ليه؟ حسن كان معايا في السجن. السجن؟ ما تخضش قوي كده. السجن؟ ايوه، لان انا كنت مظلوم في قضيه سياسيه ظلم، وفي السجن قابلت حسن، وكان حسن من اصدق الاصدقاء، وقف معايا وقفه جامده جدا ان انا كنت عيان، عشان كده حبيت ارديله الجنون. قبل ما يموت وصاني على اربع اشخاص كان يعتقد انهم اوفى الاوفياء الوفيين بالنسبه له. انت واحد منهم. انا؟ ايوه انت. يا سلام على الاخلاص، يا سلام على المحبه والوفاء. انا كنت احبه قوي، احبه من كل قلبي، احبه كده لله فلله، وهي المكافاه خالص. جوهره سمينه اللي وقعت من مدفن. ومين الثلاثه التانيين؟ واحد اسمه بندر بعدر جعفر، تعرفه؟ جعفر؟ جعفر صاحبه؟ ده اللي اعرفه. تعرفه كويس قوي. والتاني؟ تاني عروسته كان اسمها ياسمين. ايوه ياسمين. والرابع؟ الرابع ابوه الله يرحمه. والله يرحمه ويحسب اليه من اللي هيورث نصيبه. الثلاثه الباقيين طبعا. وانا عموما بشكر الظروف اللي خلتني اقابلك عشان تدلني على طريق جعفر وياسمين. جعفر وياسمين عشان يورثوا. يا سلام عليهم يا طب اللي ما يستحقش. ايه؟ اهلا يعرف حسن اللي فاكرهم اصدقاء مخلصين واوفياء ليه. عملوا فيه ايه؟ اللهم ارزقك يا شطار، مش عاوز اسيح. يا سيد متولي ارجوك سيح، انا لازم اعرف كل حاجه. صعبان عليا قوي، صعبان عليا اشوف الخيانه والوفاء بيتوزنوا في ميزان واحد. يا سيد متولي انا ما احبش ان جزاء الوفاء يصبح مكافاه للخيانه. جوهره دي للاوفياء فقط، حتى لو صفصفوا على واحد. وإذا قلت لك على سر كبير عميق، اتكلم. خايف من ايه؟ خايف اتأذي. اللي هكلمك عنهم دول وصلوا لمركز كبير قوي، بقى شهر واحدة منهم ممكن ترميني في السجن. احنا ما بيهمناش، اتكل على الله وقول. احكيلك، احكيلك كل حاجة بتفصيل. انت فاضي؟ ورايك نمرة، لخص. الحقوني الحقوني الحقوني. مين؟ الأمير الحقني. جعفر ترد بالخنجر وهرب. أنا كنت عارف من الأول. وما قلتليش. تركت العناية الإلهية والعدالة الإلهية تاخد مجراها. فين العدالة؟ فين العدالة؟ المجرم يتربي ويتني ويهرب وتولد العدالة. ما تكرش يا متولي، ربنا ادالك كل حاجة في الدنيا، ادالك كل حاجة، ادالك المال، وادالك الجاه والشباب والصحة، استغلتهم في ايه؟ الأصدقاء خنتهم، الفلوس اللي ربنا ادهالك استعملتها في الربا الفاحش، الشباب والصحة افتريت بيهم على الناس، وبالرغم من كده ربنا ارسل ليك عابر سبيل، ادالك جوهرة ثمينة ما ملتش عليك الفرغة. الطمع، الطمع والجشع خلوك تنسى كل نعم ربنا، الطمع خلاك تعض الايد اللي اتمدت لك. وعرفت ده كله منين؟ انت مين؟ انا الماضي يا متولي، انا الماضي اللي عمره ما هيتنسي. عرفتك انت عارف سميل.
بص الابعد من كده يا متولي، بص واحنا صغيرين. انت؟ انا حسن الهلالي. حسن الهلالي؟ ايوه حسن الهلالي، اللي شاء ربنا ان يخرج من سجنه ويشوفك بعنيه وانت تدفع ثمن ذنوبك يا متولي. حسن الهلالي رغم من ده كله هيكون اكرم منك وهيتهل لربنا انه يغفر لك ذنوبك. الاول انت هنا بيتي؟ ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابني؟ لا انا جيت اتبرع من اسلوب ابني معاك اللي رفض القتال من غير ما يعرف ايه هو السبب. وايه اللي انت عايزه؟ عايز اقاتل فيك العدو اللي انا بكرهه، عايز اقاتل فيك الصديق اللي انا مش عامه، عايز اعمل اللي ما عملوش ابني. وطالما الشباب تبرع من القتال علينا نحن ان نشر الحسام. عارف الحسام؟ طبعا اخو ابراهيم اللي بيلعبوا في الاهلي. لا 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 مش لعيبه، الحسام هو الصفه مش البني ادم، يعني السيف. هي دي اللحظه اللي انا بتمناها من زمان. حدد الميعاد والزمان والساعه والمكان. الميعاد النهارده، الساعة كمان دقيقتين بالظبط، المكان بيتك، الزمان برضه دلوقتي. جيت اقاتل فيك الشرير، اقاتل فيك الصديق المزيف، الاول ابني من شجاع الى نجل وجبان. نجل الجبان هو الاب مش الابن، نجل الجبان هو اللي خان صاحبه، نجل الجبان هو اللي خطف البت بتاعته. طب استنى اريحك عشان شكلك تعبان، انا اقول وانت اقول اللي انت عاوزه. نجل الجبان هو اللي بيتكلم دلوقتي. نجل الجبان هو اللي ماسك السيف كده. هو انت تقصدني يا ولد؟ ايوه اقصدك. ده انا اللي طالع قدامك، انت طالع على مهلك. لا 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 لسه لسه كمل المباراة بس. أحسنك يا عم، انت شايف انا جاي انت راسي. انت بتعمل ايه يا استنى 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 وانا خد السلام. تعالى كده بقى شويه بقى. يلا يا ناس يا كمان. انت النادي الكبير، انت النادي الوريان، انت هتعد الدم ده. خلي بالك انا عندي حمى وهتتك. انا مش هتك ومش هقتلك، انا هسيبك انت بنفسك تقتل نفسك لما تعرف انا مين.